جماعة كبس كبس؟ مانيش مع جماعة كبس كبس، متأكد 100%. اخويا قسما بالليل ندخلو تيك توك وما نحبش اصلا، ما نحبش ندخلو تشايف ضايح دا كبس كبس، هاي يصب على روحه في سطل المية ويصب على روحه في دراش نوة. والله حاجة بيه هذي، ماذا يربحوا منها فلوس اللايف و... نعم العادي حاجة تبع عصرنا طو الحاجة بيك. عقلية عقلية مريضة، هذه عقلية عقلية مريضة. انت عبارة سحش اخوي وواحد شحات، شنو الفرق بين انت قاعد في كياس تقول لهم اعطيوني معناها حنوا علي حن عليكم ربي، بين انت قاعد في تيك توك تقول لهم اعطيه كبس كبس وابعث لي سد وابعث صقر ونسمع فيهم فضايح معناها، فهمت انت؟ والله فضايح. عندي كونت تيك توك وعندي متابعين، باهي شنو المحتوى اللي تقدم فيه؟ تقدم محتوى معناها كوميديا حاجه كيك تقحوير كل شيء. فضايح بالحق، فضايح بأتم معنى الكلمة، يعني ما ثمش حتى والله كون جيت تقدم في محتوى يفيد المجتمع ما يصيرش. شنو اللي يفيدك قاعد يستفيدوا بها منك أنت؟ الاستفادة معناها كي يتفرجوا الفيديوهات هذوك ما يضحكوا تحسهم فرادوا ولا كيفاش؟ يتقحوا لهم. إذا باش تقلد الغرب قلدوا في العلم، قلدوا في الثقافة، قلدوا في الإبداع، قلدوا في حاجة تفيد أنت، تقدم المجتمع نتاعك، تقدم الدولة نتاعك. ريت العار ما ينجموش يعملوه يعملوه في التيك توك، معناها عبيد تسيب في العار نتاعها باش يتربح طرف فلوس، فهمت؟ حاشا خويا ومعناها حاشا التوانسه الكل. أنا من الآخر راجل، ماني باش نمسخ روحي ونمسخ بلادي ونمسخ عائلتي ونمسخ ولاد حومتي، راهي تتفرج ومنا مغاد، عشنا رجال نكبروا رجال صح. مرحبا بكم، اليوم باش نحكيو على البلاغ اللي أصدرته وزارة العدل والموجه إلى صناع المحتوى على منصة التيك توك. نقول لكم اليوم في تونس أي محتوى خادش للحياة، أي محتوى يعتدي على الأخلاق الحميدة، أو أي محتوى فيه نشر للإشاعات راهو يعرض صاحبه إلى المتابعة القضائية. اليوم النيابة العمومية تنجم تثير أي دعوة ضد كل من يحاول باش ينشر محتوى في تعدي على الأخلاق الحميدة، خاصة أنه اليوم في بلادنا فما محتوى يعتدي على حقوق الأطفال، يعتدي على حقوق المجتمع التونسي لما ينشر كلام بذيء، لما يعدي محتوى فيه إيحاءات جنسية أو كلام غير مقبول بالنسبة لنا كمجتمع مسلم، أو أيضا لأطفالنا الصغار اللي هما بيدهم قاعدين يتأثروا بالمحتويات اللي موجودة على منصات التيك توك خاصة التونسية. اليوم البلاغ نتاع وزارة العدل ومن وراء النيابة العمومية التونسية اللي أصبح من مشمولاتها فتح تحقيق ضد كل من يعمد إلى نشر مثل هذه الأشياء المسيئة. وبطبيعة الحال احنا حكينا على الأخبار هذه لأنه مهم جدا لكل الأطراف التي تعمدت الإساءة لبلادنا أو تعمدت نشر محتويات كما قلت لكم معتها فيها تعدي على الأخلاق الحميدة، تعدي على العادات والتقاليد التونسية، أو أيضا نشر لأشياء المجتمع نتاعنا وصغيراتنا معتها ما نقبلوهاش باش تكون موجودة. اليوم منصة التيك توك أصبحت تحت رقابة عدلية، وهذه راهو مش معناها تضييق للحريات أو محاولة معتها للتصدي للحق المشروع لكل إنسان باش يصنع محتوى، لكن المحتوى متاعك لازم يكون كنترولي منك انت الأول اللي تحضر فيه، ويزمك تتأكد من سلامته واحترامه أصلا للمعايير، لأنه فما معايير دولية في المحتوى لازم احترامها، منها عدم التعدي على الأطفال، عدم التعدي على المجتمعات، عدم نشر الكراهية، عدم نشر
الأخبار الزائفة وغيرها. إن شاء الله الناس الكل تلتزم بهذه الإجراءات والمواثيق اللي العالم الكل معتها يطالب أنها تكون موجودة، وإن شاء الله في تونس الناس اللي خرجت على هذه الشروط ترجع إلى صوابها. ومناسبة أيضا باش نشجعوا الناس اللي قاعدة تقدم في محتوى مهم، محتوى ينجم يعاون الأجيال معتها باش تصنع شخصيتها، باش تعاونهم باش يكتسبوا مهارات ثقافية وعلمية. التيك توك نجم نعمل فيه محتويات تساهم في صناعة جيل قادر على التغيير، جيل قادر على تحمل المسؤولية، مش لنشر الرذيلة والتعدي على الأخلاق الحميدة. وما ننسوش أن مجتمع مسلم فما حاجات نقبلوها، فما حاجات تقعد محظورة في مجتمعنا، ووزارة العدل بمثل هذه الإجراءات إن شاء الله تعدل من التجاوزات اللي حصلت في تونس وإن شاء الله ما تحصلش في المستقبل. اليوم باش نحكيه على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بصفة خاصة، باش نحكيه على التيك توك والرواد متاعو اللي قاعدين ينشطوا في الموقع ذا. اليوم لاحظنا معناتها ظاهرة خايبة برشا، اللي هو معناتها قاعدين يقوموا بأعمال غريبة تصل أحيانا إلى مواقف مهينة للذات البشرية. هذا كل باش يهديهم هدايا وردة سيد، رأيك في هذا كل؟ وأنت كشاب تونسي هل يمثلك شيء هذا ولا؟ والله حاجة باهية هذه، معناها يربحوا منها فلوس اللايف، ومعناها حاجة باهية. حاجه باهيه، حاجه باهيه، معناتها كيتشبه بالحيوان وكي يعمل معناتها المظاهر الخايبه هذيك ومظاهر الاخلاقيه، حاجه باهيه بالنسبه لك انت باش يدخل منها شويه فلوس تعمل كيفه؟ انا عندي برشا متابعين في تيك توك، نعمل واش ليه؟ نعمل عادي، حاجه تبع عصرنا تو. حاجه باهيه سامحني، حاجه تبع عصرنا، ما تعادي تعمل حاجات مهينه للذات البشريه، يعني تدهن روحك بالفارينه، تصب على روحك العظم، هذا كل تعمله باش انت معناتها تربح شويه هدايا هكا. ليه عاد مش كدرجه، مش معناها تعمل حاجه هذوك، ما تعمل لايف تحكي عليها، تحكي في حاجه معناها حاجه واقعيه مش كالحاجات الاخرين. ليه على الحاجات هذوك؟ ما كل واحد واش يحب يتفرج، معناها مثلا واحد يتفرج في التيك توك يلقى حاجات هذوك ما ينجم يبعد عليهم، معناها ما عادش يتفرج فيهم، تبقى له كان حاجات اللي يحبهم معناها في التيك توك. انت قلت عندي كون تيك توك وعندي متابعين، باهي شنو المحتوى اللي تقدم فيه؟ تقدم محتوى معناها كوميدي، حاجة كيك تقحويل كل شيء، معناها حاجة كوميدية. عندك واحد يتابع فيه؟ عندي 10K 10K متابع، 10,000 متابع. شنو اللي فادك قاعد يستفادوا بها منك انت؟ هذه استفادة، معناها كي يتفرجوا الفيديوهات هذوك ما يضحكوا، تحسهم فردوا ولا كيفاش يتقحوا. اليوم باش نحكيو على التيك توك وباش نحكيو على المؤثرين اليوم على التيك توك والجدل الكبير اللي قاعد نشوفوا فيه. احيانا يقوموا باعمال مع توصل تهين الذات البشريه في مقابل شويه هدايا، في مقابل ورده كما يقولوا هما، ولا اسد كما يقولوا هما. رايك في ذا انت كشاب تونسي شيء ذا يمثلك ورايك فيه؟ ني رأيي فيه هذه حاجة ما تدخلش المخي، ونورمال مو نحنا نصلح البلاد، ما ناش بتاع الشيء هذي، خاطر نحنا توينسا ماك تعرف انت تونسي وتعرف الشيء هذي، يجوا يفسدوا البلاد الشعب التونسي باش يضحك وباش يعمل فازيت. البلدان الاخرين اغزر كيفية متقدم علينا ونحن اغزر كيفية نعملوا هاي اباحة، هاي باش يضحك العبيد، كبس كبس، هاي يصب على روحه في سطل مية، هاي يصب على روحه في درا شنو، ما عرش عليه بالحكايات هذية وين باش توصل بي على عرش عليه شاب تونسي ما نقومش به الوضع هذا. اليوم كي نقولوا التفاهة، عصر التفاهة، اليوم ولينا نعيشوا بالحق في عصر التفاهة. التفاهة اليوم ولا نجم يعني يصب على روحه هاو فارينة هاو حليب هاو عظم يولي مشهور، معناتها عقلية مريضة، هذه عقلية مريضة، ما عارش عليه كل واحد وعقليته كيفاش يخمم. نية تخميمي مش هكاك. انت عندك كونت تيك توك ولا؟ عندي كونت تيك توك اما ما نستعملوش، ما نتبعش. مش ما كجماعة كبس كبس؟ مانيش مع جماعة كبس كبس، متأكد 100%. اللي قبلك قال لك قال بحرف واحد قال علاش ليه، معناتها كي ما دام السورس تاع فلوس ما دامش دخل منها فلوس
علاش ليه نعملها؟ هي ما نعملهاش الحكايات هذه، ندخل منها الفلوس ولا ما ندخلش، ما نجيش انا من الاخر راجل، ماني باش نمسخ روحي ونمسخ بلادي ونمسخ عائلتي ونمسخ ولاد حومتي راهي تتفرج ومنه مغاد. عشنا رجال نكبروا رجال صح. اليوم باش نحكيو على مواقع التواصل الاجتماعي وبصفه خاصه باش نحكيو على التيك توك. اليوم للاسف الشديد كي نقولوا بعض من رواد التواصل الاجتماعي ما نعموش بتباع بعض من رواد التيك توك بصفه خاصه كما قلنا من الاول قاموا باعمال ما توصل حتى اهانه للذات البشريه في مقابل بعض من هدايا. يعني شفنا شكون حتى يتشبه معناتها بالحيوان، شفنا شكون حاشاك بتباع شكون يصب على روحه معناتها فارينه عظم، حاجات معناتها اهانه للذات البشريه، وشفنا حتى معناتها مواقع تاع تيك توك تحولت لمواقع اباحيه. هذا كل معناتها اللي باش ياخذوا شويه هدايا لبعض من الملايين. رايك في هذا كل كمواطن تونسي؟ والله الحقيقه اللي قاعدين نشوفوا فيه حاليا اللي يتبث على مواقع التواصل الاجتماعي خاصه التيك توك هذه يعني للاسف فضايح. احنا حابين نقلدوا الغرب، شنو باش نقلدوهم؟ ما خذيناش الحاجه البوزيتيف، خذينا الحاجه النيجاتيف، فهمتني؟ يعني جي انت ما نعرفش تحل لايف اسافوار واحد معرس، نحكي على المعرسين سيرتو بصفه عامه، يحل لك لايف يصور لك الدار، يخرج لك مشاكل دار واجور، يسهبط لك كل شيء على على تيك توك، يعني شنو تحب؟ يعني كل شيء يعني بالفضايح، ومن بعد يقول لك صحيح تفاصيل الحياه الخاصه يعني يهبطوا فيها على تيك توك، علاش هذا الكل؟ يعني عجل الفلوس، يعني عجل الفلوس انت توصل حتى للقيم الاخلاقيه ما عادتش. فهمتني؟ الرقابة ما ثماش، يعني هنا نشوفه تو أجور يعني اللي يهبط تصير على التيك توك فضايح بالحق، فضايح بأتم معنى الكلمة، يعني ما ثماش حتى والله كون جيت تقدم في محتوى يفيد المجتمع ما يصيرش، جسوي افيك فو، مي أنت تجيب لي حاجة كونترير كومبليتمون، ويعني زاد أصلا ولت الحاجة هذه تبث السموم في المجتمع. هنا نشوفه تو حتى في الصغيرات في الكليج، يعني يعود يمشي يقرا يولي يحل لك لايف في الليسي، يحل لك لايف في الكلاس، يعمل لك حوايج لا اراك الله. ومن بعد كنا نقولوا شبيه المجتمع نتاعنا ولا هكاك، شبيه العنف انتشر، شبيه الفساد انتشر، هذه طبيعي جدا. يعني اول حاجه غياب الرقابه، من المفروض انه الناس يعني الحوايج هذه تكون عليها رقابه. يا خويا ثم حوايج ما تتبثش كومبليتمون اصلا، جيب انت حاجه تفيد المجتمع والله ما يصيرش معاك. اما انت تجيب حاجه تضر المجتمع وتفسد المجتمع، ومن بعد نقولوا شبيه الجرائم كثرت، شبيه العنف كثر، شبيه الفساد كثر، هذه طبيعي جدا. اول حاجه العقليه، وهذه مش من ثقافتنا حابين ولا كرهنا نحن، هذا مش من ثقافتنا. اذا باش تقلد الغرب قلدوا في العلم، قلدوا في الثقافه، قلدوا في الابداع، قلدوا في حاجه تفيد انت، تقدم المجتمع نتاعك، تقدم الدوله نتاعك بالحق، تنافسها في المجال العلمي في المجال البحثي. وهما كان نرجعوا لهم نلقاهمش ترى عاملين لايف في الحوايج هذه، مستحيل. اما هما بثوا لك حوايج باش يلهوك انت على الاصل نتاعك للاسف. خلينا نزيدوا بحق نتعمقوا فيه شويه، معناتها اليوم وصلنا شفنا معناتها دي لايف يقعدوا بالسوايع ومحتوى اللايف تلقاه كله هتك اعراض، تلقاها عركه معناتها من وسط ولاد جهويات، وتوصل حتى ساعات فتنه معناتها بين بلدان، وشفناه الشيء هذا بريسكو نشوفوه بصفه يوميه. ما ثماش حتى افاده، بالعكس انا نشوف فيه هذا الكل تفكيك للمجتمع ولسويكليات المجتمع، ولاصلا حتى الرقابه نتاع العائله ما عادتش. تو انت تشوف حتى انا سبقت وقلت لك، يعني كي تشوف حتى في العائلات وفي الليسيات في المعاهد، يعني الشيء هذا ولا حاجه يعني حاجه طبيعيه بديهيه، فهمتني؟ يعني انت تجي تشوف حتى المحتوى ساعه ساعه تبقى به، تو انت عاركه ولا مشاكل ما نحبش نسمي بالاسامي، فهمتني؟ للاسف اصحاب المشاكل ولا يعرضوا في الاعلام، يولوا عاملين الباز وتولي يعملوا لها مقاوق وهاو فلان، يعني تسيب انت المشاكل الاساسيه. يا خويا ما وبث لي حاجه تفيد، مثلا حاجه في التعليم والله نمشي معاك، حاجه في العلم نمشي معاك، حاجه في دينك ما يسالش تفيد دينك بالقدا نمشي معاك. اما انت تجيب لي عركه نتاع فلان وفلانه وتجي بعد تبثها لي على قناه اعلاميه يعني على سيرشان الناس كلها تتبع فيها، يعني بالحق ولينا حتى اصل حتى في سلوكنا المجتمع نتاعنا ولينا سلوك سطحي فارغ، ما عادش حتى افاده اصلا. برا شوف التيك توك تو انت تلقيش حاجه تفيد ترى ما ثمش. نقولوا معناتها للاسف الشديد معناتها في عصر نعيشوا في عصر التفاهه، لو نجم نقولوا التفاه ولا مشهور، يعني سينسيرمون التفاه ولا مشهور، والماجوريتي نتاع خاصه للشباب اللي طالع تو يتبعوا لك كان في التفاه وخوه، فهمتني؟ اعطيني ترى واحد من الشباب وتحب نحبك تمشوا حتى تشوفوا تفقدوا الليسيات، تفقدوا ما نعرفش الكوليج، تفقدوا دور الشباب اي حكايه، تشوف قول شكون القدوه نتاعك، يقول لك راهو فنان كذا ولا رابير كذا ولا كذا، ما يقولش ليك مثلا العالم الفلاني ولا المبدع الفلاني ولا كذا. نحكيك حتى الابداع
حتى الفن راه ابداع راه، ولكن وقت يخرج على المحتوى نتاعو يولي يتوش عن السلوك نتاع المجتمع، يا سامحني تو انت سامحني، يخرج لك رابير يعمل لك اغنيه على الزطله وعلى الفساد وعلى الزنا وعلى الشراب، ومن بعد تجي تلقي شباب في اللي سي يغني فيها، كيفاش تحب يطلع لك المجتمع انت؟ وللاسف هذوما يمثلوا تو في المنابر الاعلاميه، واش باش نعملوا له؟ اذا انت الاعلام بيدو تو اصل الاعلام ولا مساهم في الحاجه هذه بطبيعه، خي انت يجيب لك تيك توكير ولا يجيب لك زوزمه عركين ويبدا يعمل لك عليها حلقه كامله ساعتين ونص ولا ثلاث سوايع ونص، طبيعي جدا باش تلقي مجتمع يعني ثم انحلال اخلاقي في المجتمع. انت كاب اليوم بصراحه وهذه صارت راي معناتها وتقالت لي في الكواليس، ام معناتها بنيه صغيرونه در عمرها 8 سنين دارت الام قالت لها امي خذ لي ايفون، قتل علاش؟ قتل انا مش نعمل بيه كونت تيك توك ومش لازم نقرا تندخل فلوس بالتيك توك. اليوم اذا وصلنا معناتها صغيراتنا يحكيوا هكا الدنيا سلام. انت لو ترجع للاصل، انت لو ترجع للاصل لوبجيكتيف برانسيبال، الاوبجيكتيف البرانسيبال الناس يعني تغاط عليها الماده يولي يحب يوصل لك علاش انت اللي يعملوا فيها هذه الكول في تيك توك، ما يحب يلم الفلوس هكا ولا لا، يعني الاوبجيكتيف نتاعو ما تير بصفه عامه، فهمتني؟ لو كان نحن جد ثم رقابه بالحق على الصغيرات نتاعينا، انا كرب عالم مستحيل نعمل حوايج كيما هكا ولا نخلي ولدي يعمل الحوايج هذه، فهمتني؟ ولدك على الاقل كذال باش يستفيد، يستفيد في حاجه باهيه، حاجه مفيده، حاجه تبني، مش حاجه تدمر وتحطمه. وانت هكا تشوف للاسف ساعه ساعه تلقي لايف في التيك توك ام مع بنتها، بو مع ولده، عائله كامله يهبطوا في حوايج، يعني حوايج بالحق نيجاتيف مون مش حاجه بوزيتيف. هذه الكل للاسف هاني قلت لك نرجع ونقول الناس ولات تجري ورا الماده اكثر من الاخلاق.